صاحبنا 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 مكتوب، صاحبنا مكتوب مكتوب، لماح موهوب، أحلى كتاب يحكي وبأجمل أسلوب. صاحبنا مكتوب مكتوب، لماح موهوب، أحلى كتاب يحكي وبأجمل أسلوب. صاحبنا مكتوب يروي أصل المعنى للأسماء الحسنى، جل جلال الله نور ملأ الكون. أسماؤك يا ربي من أسرار القرب، هي عطر بلساني، هي نور في قلبي. صاحبنا مكتوب مكتوب، لماح موهوب، أحلى كتاب يحكي وبأجمل أسلوب. صاحبنا كل اسم لله فيه هدى وحياة، من يعرفه حقا يستشعر معنا. رحمن ورحيم، رزاق وكريم، وقريب ومجيب، وسميع وعليم. صاحبنا مكتوب مكتوب، لماح موهوب، أحلى كتاب يحكي وبأجمل أسلوب. صاحبنا مكتوب. كفانا لعبا يا براء، سأنام قليلا. يا أنس، أنت تنام كثيرا، هل تتخذ كائن الكسلان قدوة لك؟ ومن يكون الكسلان هذا؟ هو حيوان يعيش في الغابات، ينام 20 ساعة يوميا. 20 ساعة يوميا؟ أوه، إنه حيوان محظوظ. يا أنس، يجب أن ننام فقط عندما نشعر بالتعب أو لراحة أجسامنا. أوه، أحلاما سعيدة يا أنس. ورد إلينا نبأ عاجل عن تغير مفاجئ في الطقس، فمن المتوقع بعد قليل حدوث رياح قوية وسقوط أمطار كثيفة على المناطق المحددة على الشاشة، لذا نرجو من جميع المواطنين التزام منازلهم خلال الساعات 6 القادمة حرصاً على سلامتهم. يا أم محمد، هل عاد جميع الأولاد من مدارسهم؟ عادت سالي وهدى منذ نصف ساعة. أما زال محمد في الجامعة؟ لا، عاد من جامعته منذ ساعتين. وماذا عن براء؟ سيصل سالماً بعد ساعة بإذن الله. بإذن الله. يا رب سلم، يا رب سلم. طمئني، هل وصل كل الطلاب إلى منازلهم؟ وصل الجميع، لكن الحافلة الرابعة لم نصل إلى السائق حتى الآن. إن لم نصل إليه خلال 20 دقيقة يجب أن نتصل بالنجدة. لا تتحركوا من أماكنكم يا علياء، انتبهي للأولاد. أما زلت نائماً بالرغم من كل ما يحدث؟ الشبكة ضعيفة، لا أستطيع الاتصال بأحد، اللهم أغثنا. يبدو أنك تحلم حلماً جميلاً بالرغم من كل ما يحدث. المدير أخبرني بأنهم فقدوا التواصل مع سائق حافلة براء. وماذا سيفعل؟ سيتصل بالشرطة إن لم يصل إليهم خلال الدقائق 10 القادمة. وماذا ستفعل يا أبا محمد؟ هل ستخرج للبحث عنهم؟ الطريق مظلم بسبب الرياح والأمطار الغزيرة، خروجي لن يفيد، ليس لنا سوى الدعاء لهم، والله المجيب. هل سنتوقف هنا كثيرا؟ التحرك في هذا الطقس مغامرة بحياتك وحياة الأولاد، وقد تعطل المحرك فلا يمكنني التحرك به في كل الأحوال. الطقس صار باردا جدا والأولاد جائعون، ما العمل؟ ليس لنا سوى الدعاء، لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. معدتي تؤلمني من الجوع، يا رب أطعمني وأعدني إلى بيتي سريعا. لن نستطيع فعل شيء سوى أن ندعو الله أن يعيد إلينا أخاكم سالما. سنجلس معا يا صغاري
وندعو الله ونرجوه أن يرعى براء ويعيده إلينا دون أن يمسه مكروه أو أذى. من أنت؟ أنا أسكن في المنزل الذي تقفون أمامه منذ وقت طويل. نحن نعتذر، فوقوفنا اضطراري بسبب الطقس وتعطل المحرك. لقد أحضرت لكم الطعام، فحتما الأولاد جائعون. هم جائعون حقا، شكرا لك. أذاع في النشرة خبرا عن تغيب حافلة مدرسة رقمها 4. هذا رقم الحافلة الذي نحن فيه. اطمئن، لقد اتصلت بالنجدة وأعطيتهم العنوان، وسيصلون قريبا بإذن الله. الحمد لله الذي استجاب دعائي وجعلك سببا في نجدتنا. هيا يا أولاد، لقد وصل الطعام. الحمد لك يا ربي على الطعام وعلى استجابتك دعائي. أنا في طريقي إليهم ومعي شاحنة الإنقاذ، لن أعود إلى منزلي حتى أعيد كل ولد إلى بيته. اتصل بأسرهم وطمئنهم. إلى اللقاء. لقد اعتدل الطقس، سأخرج للبحث عن أخيكم، التزموا المنزل. انتبه على نفسك. لا داعي للخروج يا أستاذي، ها هو براء. أبي، حمدا لله على سلامتك. تعال يا صغيري، أقلقتني عليك. لا تقلقي علي يا أمي، فأنا صغير سنا لكني بطل. أعلم، ولقد دعونا الله أن ينجيك ويعيدك إلينا سالما، وقد استجاب لنا. شكرا لك. العفو، تصبحون على خير. السلام عليكم. وعليكم السلام. لا تغلق الباب يا عمي. مكتوب، لما جئت في هذا الوقت المتأخر؟ علمت من نشرة الأخبار ما حدث لبراء وزملائه، فانتظرت إلى أن اعتدل الطقس وجئت لأطمئن عليه. أنا متعب اليوم، سأنام وآتي إليك غدا لأحكي لك كل ما حدث. حسنا، سأنتظرك يا براء، تصبحون على خير. هذا كل ما حدث بالأمس. لقد استجاب الله دعاءك ودعاء أهلك ودعاء كل من حضر، فمن أسماء الله الحسنى المجيب، فهو المجيب لدعوة الداعين وسؤال السائلين، وهو الذي يجيب المضطر إذا دعاه ويغيث الملهوف إذا ناداه. هل ستحكي قصة حدثت في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم تجلى فيها اسم الله المجيب؟ بالتأكيد يا براء. عن أنس رضي الله عنه أن رجلا دخل المسجد يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم قائم يخطب، فقال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعوا الله عز وجل يغيثنا. فرفع يديه ثم قال: اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. والمقصود بالأموال المواشي، وانقطعت بهم السبل أي صارت الطرق خالية من الإبل لضعفها. يغيثنا أي يسقينا المطر. الحمد لله الذي يستجيب دعاءنا. الحمد لله. والآن يا صديقي هيا بنا لنخرج ونمرح. هيا. انتظر. ننتظر ماذا؟ سأطمئن على الطقس أولا، فأوراقي لا تحتمل الأمطار الغزيرة. صاحبنا مكتوب. صاحبنا مكتوب، مكتوب لماح موهوب، أحلى كتاب يحكي وبأجمل أسلوب. صاحبنا مكتوب، مكتوب لماح موهوب، أحلى كتاب يحكي وبأجمل أسلوب. صاحبنا مكتوب يروي أصل المعنى للأسماء الحسنى، جل جلال الله نور ملأ الكون. أسماؤك يا ربي من أسرار القرب، هي عطر بلساني، هي نور في قلبي. صاحبنا مكتوب، مكتوب لماح موهوب، أحلى كتاب يحكي وبأجمل أسلوب. صاحبنا كل اسم لله فيه هو
هدى وحياة، من يعرف حقا يستشعر معنا. رحمن ورحيم، رزاق وكريم، وقريب ومجيب، وسميع وعليم. صاحبنا مكتوب، مكتوب لماح موهوب، موهوب أحلى كتاب يحكي وبأجمل أسلوب. صاحبنا مكتوب.